السلام عليكم. يا سناء ازيك يا عماد؟ مالك؟ اتخضيت ليه؟ خش جوه يا سناء دلوقتي. لا مش هدخل، مش هسيبك لوحدك. قول لي ايه الحكايه؟ شغل، ده شغل، هفهمك بعدين واحنا هنخلص على طول. يعجبني ثقة ابنك في نفسه. وانت بقى يا عماد تعرف منين اللي انت هتخلص بسرعة وهترجع له؟ في ايه؟ هفهمك بعدين يا سناء. ها؟ هتقول لها؟ ولا فهمها انا؟ خد يا عماد. يا ابني ما تفهمني في ايه؟ هفهمك بعدين يا سناء، خش جوه دلوقتي. عماد تلحق شاحن عشان وفي ايه؟ اهلا، دي بقى العروسه الجديده. ازيك يا عليا؟ مين حضرتك؟ واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.